كانت كتير حلوة الكواليس وكتير انبسطت انه تعرفت على نيكولا وسارة وكتير صرنا صحبة. اكيد انبسطنا بس كان الشغل جدي صراحة، يعني كنا عم نركز لانه كنا عم نصور لفترة كتير طويلة وكان عنا 90 حلقة نصورها، فما كتير تسلينا قد ما كنا حبينا نتسلى، بس كان كتير حلو الشغل معهم.